بقعد افكر بيني وبين نفسي، الواحد بيبقى قاعد في البيت ومشغل مروحه او اللي عنده تكييف يعني او من هذا القبيل، وبيبقى تعبان جدا. فما ادركوا حد بقى واقف في الشارع بيشتغل، رجال المرور اللي واقفين بشكل مستمر يعني بيبقوا موجودين الساعه 12 الظهر ده في عز النار واقفين عشان خاطر ينظموا المرور، والناس اللي شغاله في العماله واللي بينظف في الشارع واللي بيبني عمارات. يعني بصراحه ربنا يكون في عونهم، ويا رب الدنيا تبقى الطف في الجو عشان خاطر كمان الناس البسيطه الغلبانه دي. احنا لتفاصيل بقى دقيقة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية هيكون معانا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضراتكم. أهلا بحضرتك يا فندم، منورونا دايما. يعني عايزين نطمن من حضرتك على الجو الأيام الجاية. احنا طبعا يمكن لحد نهاية الأسبوع إن شاء الله مستمر معانا انخفاض قيم درجات الحرارة، تعتبر قيم درجات الحرارة يمكن اليوم وغدا أقل من المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، لأن احنا بنتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي منخفضة ومعتدلة في قيم درجات حرارتها، طبعا تختلف تماما عن الكتل الهوائية الصحراوية. كمان بيأثر علينا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة تحيي جزء من أشعة الشمس تساعد على اعتدال الأجواء وانخفاض قيم درجات الحرارة. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع إن هي تسجل 30 درجة مئوية في الظل، فبالتالي ده أقل من المعدل، لكن إحنا طبعاً مع تواجدنا تحت أشعة الشمس هنحس بالأجواء الربيعية الحارة فترة النهار، ده طبيعي جداً في الوقت ده من السنة، والأجواء المائلة للحرارة في الأماكن الساحلية حارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والشمال الصعيد، شديدة الحرارة في المحافظات الجنوبية. فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس اعتدال كامل في الأحوال الجوية ونسمات الهواء اللطيفة في معظم المحافظات، خاصة إن هيكون في نشاط للرياح يساعد بقدر كبير على إحساسنا بقيم درجات حرارة أقل وإحساسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة، لكن نشاط الرياح اليوم تحديدا هيؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر. البحر الأحمر هيكون غير مؤهل للسادة المصيفين أو اللي حابين يروحوا أعمال تنزه في البحر الأحمر، لكن هو مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية. البحر المتوسط معتدل ومؤهل تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. الأحوال الجوية المستقرة اللي فيها اعتدال دي مكملة معانا لحد يوم الجمعة، مع يوم السبت بشكل تدريجي هتبدا قيم درجات الحراره تتجه نحو الارتفاعات، هنبدا نحس ان قيم درجات الحراره اعلى من الاسبوع ده بسبب ان احنا هنبدا نتاثر بكتل هوائيه صحراويه ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا، بس بناكد ان قيم درجات الحراره تكون اعلى من معدلات الاسبوع اللي جاي، هنحس بالاجواء الحاره اكثر ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. الطبيعي في الفتره من السنه ان احنا نشهد موجات ارتفاع في الحراره، حتى لو ما فيش ارتفاع في الحراره قيم درجات الحراره فتره النهار لو منخفضه احنا بنحس بالاجواء الحاره تدريجيا، لسه الرطوبه هتبدا تزيد في الجو، فعشان كده احنا بناكد على كل الساده المواطنين مهم جدا فترات الظهيره بقدر الامكان نتجنب اشعه الشمس بشكل مباشر، لانها هتزود احساسنا بارتفاع قيم درجات الحراره، وقدر الله ممكن تصيبنا بالاجهاد الحراري. لو اضطريت ابقى موجود في الشارع يكون معايا اي شيء يحجب اشعه شمس عاليه شمسيه كاب، مهم كمان ان احنا نتناول قدر كبير من المعقبات للسوائل واهمهم الميه، بس الميه تبقى موجوده فيدي على مدار اليوم، ما اقفش تحت اشعه الشمس فترات طويله تجنبا لاي اجهاد حراري. وطبعا الملابس بقدر الامكان تكون ملابس فاتحه اللون قطنيه وفضفاضه، ونستمر في المتابعه الجيده للنشرات الجويه لانه وارد جدا تغيير وتحديث في النشرات الجويه في اي وقت. صحيح، نتمنى يعني الصيف السنه دي يكون لطيف وتكون الاجواء كويسه يا رب، يعني عشان كمان الناس اللي بتشتغل في الشارع والاجواء بشكل عام. يعني بنشكر حضرتك جدا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.